السلام عليكم، شو اخباركم؟ مساءكم بخير. يلا اعمل ام السلام المقدمة. عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم من قناة أول دول. معنا شكرا. الشيخ أحمد كانجنا اللي صاحب على قناته. أهلين وسهلين، اليوم معانا فيديو غريب عجيب، أتوقع قديم من اليوتيوبرز اللي سووه. فالفيديو اليوم كالتالي، راح نصيد نوريكم، راح نصطاد هذا العملاق زي ما انت شايفين. فخلونا نطلع الكاميرا برا. فيا شباب، انا حاب اعتذر منكم عشان القطعة اللي صارت، واحمد كمان حاب يعتذر لانه رمضان والله شغل ومشغلة، وخلوا على الله نلحقوا عشان شهر يا الصحبة. ايه شوفير، دوس دوس، الله يبعث لك عافية. ايه ما معنا ايه ما معنا الا واحدة بس زقت والله دبر المكان. حالك يا كبير. انا عرفت سوي انفينيتي امو. لا يا شيخ، كف علينا. ايه والله، ما دقيقة، بتفهم. هذا هنا موجود. ايه يلا خليني اجلس على كرسيك. انت انا كيف اجلس على اتدبر؟ كرسيك، ايش اسمه؟ ما دقيقة، خليك. بعمل له انا كليم للقارئ. ايه لا واطلع. تسوي لهم كلام، بينزلني. سويت له ما نزله. والله قد يلا يلا، قعدت انه طالع محترف طالع طالع صياد. طالع طالع، شوفوا بالكاميرا، طالع. مرة بعيد عنك وانا مفكر بيك. بيجي بيلف. اقربك منه. لا، الله ياخذك، اخذ الصنارة، ما عندي فضلات، الله يقلعك. جرب هسه. والله انك ما عندنا فضلات احنا يونيكورن، قرب منه مستحيل. مرة مرة. ما عندك؟ وينه؟ قرب الله يلعب منه ابو وينه؟ اليونيكورن. هو تحتنا هسه. ايوه شفته، عندي واحدة في ترى. الله ياخذ شيطانك. هو ترى تحتنا يا رميته كبير يا مدير. يا الله، اضربه تزبط بوكس. معنا هذه المرة ترى، لو أكلها والله. طلع 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 ايه اشيل صنارتي. طلع، جري يا شيخ. اجاها. ايه كلها اول تكفى صيدة. ما انا جاي في الاسهم وين رايحة. اصلا الحوت بنصاد بصنارة. والله خربت كثير، ها خربت كثير، ما انا فضلة واحدة بس. متخيل انت الصنارة هذه؟ الله يقلع. ما زبطت. دقيقة خلك. خليك زبطت ايش اسمه، جواهر. زبطت هذه ايه هي. ايه ايش هي الانفينيتي امو؟ دقيقة، ايوه اما والله زبطت، ماسكها حتى ترى. هو حتى بالجواهر تزبط. ممكن ترى انا قاعد اصيده والكاميرا فاتح الكاميرا تحت المي. لا أولد، والله فشلت، الله اليوم لا ينصاد. A few moments later. هذه المرة تركيز دايم، المشكلة ما أشوف كذا، ما أشوف، حول الجو ولا سوي لي أي حل، دخل الجو. ما أشوف هذا الخطوط تجي زرقاء في الشاشة والمي أزرق. كذا أيوة، يا الله تزبط، يا الله تزبط، حطكم النيل. يا الله تزبط. خلاص، لا ترمي، انا قاعد اسحبه ترى. ان شاء الله تزبط، مرة يا رب مت تزبط، أصلا. يا رب يا رب يا رب. ما زبطت، يا الله ما تفكر. A
few moments later. دي منظرة كده ايش تبغى؟ وقسم بالله اسوي لك كل اذا ما تطلع معايا اليوم. تروح فين مني؟ تروح فين؟ قلت تجي الصبح 45 دقيقة قلت قاعد يهدد بسمك. أحمد يبغى له بوكس، يبغى بوكس. والله لا عقله عقله، قول له هنا الأكل. يا اخي هو طبيعي يكون في حوت قاعد وراك بركض انت بتهرب منه. ها من ليش جد أركض؟ عن جد يا ولد هذا ترى بكوس بيجي. والله بكوس. يا الله يا ربي، وانت ربي اقسم بالله يا كرهني الحياة، كرهني ام اللعبة. يمين بالله سويت باسرع شيء عندي، وبرضه بلعب بصباعين. يلا روح روح حطي بوكس، روح. لا لا موجود موجود. يلا ترى قلت تستاهل. قلت لازم تكون اخطبوط لازم. والله لازم يكون اخطبوط، اقسم بالله انت اخطبوط. لازم يمين يسار فوق تحت، يمين يسار فوق تحت. قلت لا تخر عليه، خر على الحوت هذا. اقسم بالله اللي جنبي بيقوموا من النوم وانا هنا قاعد اتصرف على الحوت. غير الجو غير الجو غير الجو، وانزل اعطي بوكس بسرعة. اسمع شوف 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 الصور. اشبه رد شرط شغله. انت بتتحجج لي بالجو. ما اشوف والله، ازرق الخط ازرق والمويه زرقاء، ما اشوف كذا اوضح. هل السطوع اخر شيء اوطي واحد من الثن؟ اخيرا ستو. اخيرا الله ياخذه، او الله ماي ياخذ جاد ابليسه. او ماي جاد. اخيرا والله ما بدي البث احبطك بس ما عندنا يعني البث 10 ببي. الآن بخلى أبو اليونيكورن يطلع الببي غصب عن جده. يلا هو ماشي. والله يا أحمد نحلبهم ده، هون اصبر بس يلا هذا تعالوا. ها قرأ انا ورق، انا ادارك كيف يجيبكم. استغفر الله. تنو انا ورق فيه، اذا ما خليت يزق من اذنه مع ابو ابراهيم. جيب لي اكل، جيب لي اكل، جيب لي اكل حقه. ايش يجيب لك؟ اكل اكل اكل. اي نوع؟ هذا الاشي اسمه التوت، ابيض ولا شو؟ اي شيء توت اهم شيء. انا خليك تبيض من اذنك ذحين تزق قصدي. اسمع جرب الطعمية ستيميلانت. لا ما له صلاح ستيميلانت. يلا معانا حبة، نبغى منه 10. وين معي حبة؟ انت معك حبة؟ كذا ثنتين دقيقة معقول ياكل إليمنت؟
ماشي. ابيض شنو هذا؟ ريكولد بوكل ستيمولانت. ايه سق ولا من ياكل ستيمولانت؟ كذاب. عرض البس اصلا بطعمته اياها عامل ببي. يا اخي ايش دخل البساس انت؟ كل 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 الآن شغل الأوتوكليكر أكله. نحن قوم مطانيخ نسقط رأسنا المريخ. يا أخي شغل أولد هذا الأوتو. ما بيعمل ببيع على الأكل، بيعمل ببيع على الوقت. دقيقة دقيقة شغل الأوتوكليكر بعدين أنا أوريك كيف. مان بانشو كيف ياكل؟ تعال وقف تحت ذا بس. تعال انا الحين بيعملها غصبا عنه. وأخذها كمان. كيف اخذها؟ يعني أنا لما يعملها أخذها. كم عندك انت؟ عندي ثنتين. أعمل ببي يا أخي. ايش تسوي انت؟ ايه ايه بس على الفتحة عشان يطلع. عشان يعمل بي يا اخي اكلته لما قال امين. ايش يبغى؟ احط هذا بش اسمه قلت اكله بايتوكسين. تشوف هذا اكله بايتوكسين. بينام خلينا أكل. أكل حقك فيتوكسين. شوف يزبط معاه ولا لا. أكله بيض بيض ما عمل دبي. شوف تبغى يسوي بيبي يسوي كذا تضربه على بطنه. لا تضربه يا على شيخ بطنه كذا إذا ما طلع بيبي. إيه والله باكل بيتوكسين. والله طلع باكل بيتوكسين. كان نخلي يوم يجي يوم إسهال يا أخي. اسمع في شغلة هاي اللي بتجيبها بطريقة شو اسمها؟ أرجنك بوليمر. نجيبها نطعميها. لا بتموت هذيك. ما والله. طيب شو باكل هو غير هيك اشياء؟ ورد ورد باكل. حقي هي جنبي واحدة. اورجانيك بوليمر في معي وطعميه. عمل بدي من قاعد خفت انت صح؟ حق اللي عمل مو حقك. اسمع دقيقة دقيقة باكل والله انه اكلت وحدة اورجانيك بوليمر عن جد متت. شوف دمي صفر صح؟ ايوه. طب شو الحل؟ لا تاكل اورجانيك بوليمر. هذا اصفر اصفر دايم بيطلعون. في عندك واحد معاه كرونيكل؟ لا ما في. ترى اذا في احد عندك في كرونيكل اول ما ترسم له
طلع لك كبير. يا أخي صدق في عندي، بس خلني أدور له. يلا يا أعزائي لو سمحتم، يلا اللي بيطلعها الأول لو مني فلوس. من يلاقي يا أخي؟ A few moments later. يعني 10 جواهر وعشرة دست وعشرة زق يونيكورن، كم تصنع لي؟ هو صنعتها كاتب لي واحد صنعتها بس، جوا كم تعطيني؟ صنعتها بدون ما تصور. أعطاني 3. لا صور قاعد، أعطاني 3 ثلاث ب10 ذهب، 3 اللي هنا في السوق بكم؟ ب5 الحبة، ب5 حبة، ب5 يعني 2 ب10. عطاك زودونا واحدة، عطاك 3 ب10 يعني أحسن. والله أنا شايف أحسن ولا ها؟ أحب أوجه إيش؟ لرسالة العرق موبايل. يلا لا هذه الرسالة ترى انك ولا عقدت عمالك شو اللي 3 زدونة 1 تعال 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 يا نختم أخي؟ والله ما هي الجملة. تعال محرزة. وهنا يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، وهذا التصوير من القلعة حقت أحمد كثير يا كانج. جماعة، تعبت على إيش الجسمه رأيكم؟ على هذه صممها أحمد كانج، الصفر صممها من الزيرو أحمد كانج، كذابة. اسكت الله أنا اللي هسه. شو مصمم هذا، قصتك كذاب يا ولد؟ ونصاب، وقال لك صفر. قال لك إيش قصة الأرك؟ ساعتين بنصيد بالحوت في النهاية، بلبرنت تصنع لك 3، 10 أمبر تصنع 3. خذ خذ الأمبر حقك، خذ خذ البلبرنت حقك، خذ ما أبغى. خذ الثنتين كمان وخذ الحلاوة. هنا يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا لا كان تنسونا معكم لايك اولد وسبسكرايب. مع مع السلامة. السلامة.